سلام من الله عليكم مشاهدينا الأكارم إلى النشرة المحلية من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية، ونستهلها بالعناوين. لقاء حواري سياسي لفرع اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية. حفل موسيقي لفرقة أوركسترا المعهد العربي للموسيقى في طرطوس. وقفة تضامنية لفصائل المقاومة الفلسطينية في اللاذقية. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. من العناوين ننتقل معكم إلى التفاصيل. وسط حضور شبابي كبير، احتضن دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية لقاء حواريا سياسيا لتعريف الشباب بأهمية ودور محور المقاومة في الصراع العربي الصهيوني، والدور التاريخي لسوريا في دعم المقاومة العربية لتحقيق الانتصار ولتثبيت فكر المقاومة في عقول الأجيال الصاعدة. كانت هذه الندوة في إطار أولا تأكيد على دور الشباب، وثانيا تثبيت موضوع المقاومة في عقول هذا الجيل الصاعد، لأن هناك محاولات كثيرة تجري للتأثير على هذا الجيل ولإيهامه أن القضية ليست فلسطين وأن المقاومة ليست هي الأساس وبأن هناك ما هو أهم. نحن جئنا لنقول لا، قضيتنا الأساس هي المقاومة، قضيتنا المركزية هي فلسطين. ما يجري وما سيجري لاحقا في المنطقة مرتبط بهذا الصراع، وبالتالي من دون مقاومة كانت هذه المنطقة وهذه الأمة بلا قضية، والأمة التي تقوم بلا قضية هي لا شيء. نحن في اتحاد شبيبة الثورة فرع اللاذقية نريد أن نؤكد لكل الكون أن ما زلنا متمسكين بحزب البعث العربي الاشتراكي، متمسكين بمبادئ المقاومة. الفترات الأخيرة كمية الضغط اللي عم يصير حول شعبنا وأهلنا بفلسطين المحتلة، واجب علينا أن نوعي هذا الجيل، جيل الشباب تحديدا، على دور المقاومة، على دور العروبة، نفعل دور العروبة، نفعل دور حزب البعث العربي الاشتراكي لدوره الإيجابي والملحوظ كمحور كعامل أساسي من عوامل المقاومة. نحن شعب عربي واحد، شعب مقاوم، قضيتنا الأساسية هي فلسطين، العدو الصهيوني. اليوم نحن يد واحدة، وتحديدا نحن الشباب مقاومون لكل ما يحصل في فلسطين، لكل ما يحاول الإسرائيليون فعله. اليوم الرحمة من قلبنا للشهداء، ونحن نحييهم لأهلنا الصامدين تحية إكبار على صمودهم المشرف. استنبطنا كثير من هذا اللقاء انه نحن اليوم دور الاعلام كثير له دور كبير بصناعه الراي العام وبالقضيه الفلسطينيه. اليوم نحن كشباب بنقدر من خلال انه نحن نصنع راي عام ونصنع قضيه. اليوم نحن موجودين بمركز ثقافي لنثبت للعالم انه قضيتنا هي قضيه رجل واحد، قضيتنا هي قضيه فلسطين، العروبه هي فلسطين. نحن موجودين هون لنثبت للعالم انه نحن معكم قلبا وقالبا. نؤكد على دعمنا للقضيه الفلسطينيه، وأقول لكل الشعب في فلسطين نفس الفداء لكل منتصر حزين، نفس الفداء لكل منتصر حزين. قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت رجليه اتزان العقل، معنى العدل في الدنا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القاعدين. وقفة تضامنية في مخيم العائدين في اللاذقية نظمتها فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال. اليوم نحن أبناء شعب سوريا وفلسطين نؤكد تلازم المسارين والمصيرين بأننا سنقف دائما وأبدا مع أهلنا في قطاع غزة لإفشال كل المخططات الصهيونية والأمريكية في المنطقة، شاء من شاء وأبى من أبى، وأننا لمنتصرون. نحن في سوريا
نقول أن محور المقاومة والمقاومة الفلسطينية أكيد هم المنتصرون في هذه الحرب، وأن الإسرائيليين أكيد إلى زوال. نحن الشعب اللاذقية وشعب سوريا كلاتنا مع أهل غزة لنرفع الحصار وهالحرب الظالمة اللي عم بتصير عليهم، ننقذ أطفال غزة، ندخل كل إيد بإيد نحن معهم إن شاء الله لحد نرفع الحصار ونرفع هالحرب الظالمة على أهلنا بغزة. نحن كلنا شعب واحد في مواجهة هذا العدو المتغطرس الصهيوني، ومن سوريا، سوريا عاصمة المقاومة في مواجهة هذا العدو، وكلنا نقف سدا منيعا في مواجهة التطبيع والانحدار العربي الرسمي في مع الكيان الصهيوني. إذ نتضامن مع المقاومة التي أثبتت جدارتها في إذلال هذا العدو، والذي أثبتت أنه أوهم من بيت العنكبوت، وأنه غير قادر على الرد على المقاومة إلا بقتل الأطفال وتهديم البيوت وقتل النساء. هذا العدو الهمجي الذي لا يعرف إلا القوة. بدي أقول قضية فلسطين هي قضية العرب كلها والمسلمين. قد ما متلنا الشهداء بدنا نضلنا إيد واحدة، بإذن الله رح نتحرر، رح نرجع على بلدنا وننتصر، إذا ما اليوم بكرة، وإذا ما بكرة لبعد جيل جيل. شكل ملتقى محمود العجان الموسيقي السنوي منذ انطلاقته في العام 2019 محطة وفسحة تتيح للفرق الموسيقية على اختلاف أنماطها استعراض تجاربها الموسيقية والتعريف بها، ليفسح هذا العام فرصة إضافية للإضاءة على نتاج طلاب المعاهد الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة وجهدهم خلال عام كامل. الملتقى الذي يمتد على مدى 4 أيام يقدم أمسيات تستحضر ألوانا مختلفة من الموسيقى لفرق من معهدي محمود العجان للموسيقى والمعهد العربي في طرطوس التابعين لوزارة الثقافة. هي أول مشاركة لنا في مدينة اللاذقية ونحن كثير سعداء لهذه المشاركة وهاللقاء بمحافظة على مسارح، يعني المعهد قدم على مسارح المحافظة وهلأ حبينا نقدم على مسرح محافظة اللاذقية. طبعا الأوركسترا المعهد قدمت أعمال عربية وقوالب غربية وبتضم تقريبا حوالي 25 عازف من طلاب المعهد، بالإضافة لخمس مدرسين حبوا يشاركوا الطلاب اليوم بهذا الملتقى. قدمنا اليوم بمحافظة اللاذقية مركز ثقافي اللاذقية برنامج موسيقي متعدد قوالب موسيقية متعددة غربية وشرقية بدعم معهد محمود العجان ومديرية الثقافة اللاذقية. اليوم قدمنا كتير مقطوعات غربية وشرقية، طبعا أنا كآلة قانون بقدم المقطوعات الشرقية. كتير انبسطنا اليوم ونحن كل سنة بنعمل هاي الفعالية. تنوعت المقطوعات الشرقية بين موسيقى شيء من ملحنين سوريين وشيء من ملحنين مصريين، بحيث نوعنا ويكون شيء حلو مرتب طبعا مع توزيع الاستاذ نور اسماء. انا عازفت شيلو، كثير انبسطت وقت شفت الجمهور وانا عم بعزف وقدمت كثير شغلات حلوه. الحفله كانت كثير رائعه وحلوه، والعازفين ما شاء الله شغلهم كثير دقيق وحلو، والمقطوعات مختاره بعنايه وكثير كانت حلوه للاذن. سب الله عليهم متمكنين وكويسين، امتعونا كثير كثير وبسطنا فيهم، وفرقه يعني لا يستهان فيها كثير كثير رائعه. وإلى أحوال الطقس، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية، والجو غائم جزئي بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الساحلية. تكون هذه الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا. ليلا يكون الجو مائلا للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، البحر خفيف ارتفاع الموج.
وصلنا معكم لنهاية النشرة المحلية من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. دمتم بألف خير.